تقدم منصيبة في المركز الأول والملاحة في المركز الثالث. تهانينا يا الذهبي، وتنطلق أشواط الزمول. هذا الشوط أيضا قوي، وهذا هو شوط فحول المستقبل وبنوك الإنتاج. وأنقل الكلمة والميكروفون للزميل شجاع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم وجميع اوقاتكم بكل خير من هنا، من على ارضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الاصيلة في هذا المساء، وفي انطلاقة شوطنا الرئيسي للزمول لهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة الكرام. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع البطلة النصيبة لهجن الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري، من قدم النصيبة في أول أشواطنا في هذا المساء. انطلق شوطنا الرئيسي للزمول، ونتقدم مع البداية ومع المركز الأول هنا محال لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف آل عبد الملك، من يقدم لنا محال على أول الأسماء المركز الثاني. الوصول والقدوم من مباشر هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل برنس المضمرين يقدم لنا مباشر، ولكن التسلل من قبل نشوان هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، من يحتل مركز الوصافة ويغير مع المركز الثاني المشاغب في التضمير. المركز الرابع الوصول والقدوم من قبل سلاب لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل ثاني حمد بن سعيد بن حمد بن مسعود، يقدم لنا سلاب مع المركز الرابع. المركز الخامس التسلل والتقدم من قبل هذا الشعار، شعار سعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود آل ثاني مع الزاجل، من يحتل المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا التحدي الكبير وفي هذا الشوط الرئيسي. نعود مع البداية ومع المركز الأول، هنالك لا زال محال متحكما بهذا المسار، متحكما بهذا الانطلاق الكبير بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك، من يراقب وينطلق مع المحال مع المركز الأول. المركز الثاني الوصول والقدوم من شعار هجن الشحانية مع نشوان، من يحتل المركز الثاني محمد بن خالد العطية المشاغب في التضمير، من يتقدم مع نشوان مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل سلاب، من يحتل المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ محمد بن حسن آل ثاني حمد بن سعيد بن مسعود، ينطلق مع سلاب ويندفع مع هذا الشوط الرئيسي. المركز الرابع هنا يصل الزاجل لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود آل ثاني، ينطلق مع الزاجل، من يحتل المركز الرابع. المركز الخامس هنا يتقدم وينطلق مع خامس الأسماء مباشر هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن عقيل برنس المضمرين ينطلق مع انطلاقة مباشر
من يحتل المركز الخامس، وأيضا شعار هجن المرخية واصل مع وقاد. ولكن نعود مع محال، نعود مع محال. من ينطلق مع البداية؟ من ينطلق مع الصدارة بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني؟ من يراقب محال خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف آل عبد الملك؟ ينطلق مع المركز الأول، ولكن نشوان مع المركز الثاني. هجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتقدم مع المركز الثاني. المشاغف في التضمير يقدم لنا نشوان مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من سلاب بشعار سعادة الشيخ محمد بن حسن آل ثاني. حمد بن سعيد بن حمد بن مسعود من يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والتقدم من الزاجل بشعار سعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود آل ثاني مع الزاجل. ومع انطلاقة الزاجل من يحتل المركز الرابع؟ المركز الخامس الوصول والقدوم من قبل مباشر بشعار هجن الشحانية. من ينطلق مع خامس الأسماء؟ هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل البرنس في التضمير يتقدم مع مباشر على خامس الأسماء. ولكن متابعينا الكرام، لا زالت الريادة ولا زالت الصدارة هنالك مع محال. من يحتل المركز الأول ومن يتربع على عرش الصدارة بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك يتقدم مع محال على أول الأسماء مع الشوط الرئيسي للزمول في هذا المساء. المركز الثاني الوصول من نشوان هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن سلاب يغير مع المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ محمد بن حسن آل ثاني حمد بن سعيد بن مسعود. من ينطلق مع انطلاقة سلاب؟ من يغير مع المركز الثاني؟ المركز الرابع الوصول من مباشر هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل البرنس في التضمير. من يحتل المركز الرابع؟ المركز الخامس وصل وقاد مع خامس الأسماء هجن المرخية عامر بن سالم الوهيبي ينطلق مع انطلاقة وقاد. من يحتل المركز الخامس؟ ولكن متابعينا مشاهدينا الكرام، هنالك انطلق محال مع الشوط الرئيسي مع انطلاقة الكبار، ينطلق ويندفع عن بقية الأسماء وعن بقية الشعارات، يندفع بهذا الشعار الكبير بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف آل عبد الملك. يتقدم مع محال الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير. انطلق محال، اندفع محال مع الشوط الرئيسي مع أول أشواط الزمول في هذا المساء، يندفع وينفرد عن بقية الأسماء عن بقية الشعارات. سلاب مع المركز الثاني، ولكن محال بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف آل عبد الملك. من يراقب محال مع الشوط الرئيسي مع محال ومع هذا الشعار الكبير شعار سعادة الشيخ محمد
محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني محال محال سلام يا محال سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير. الشوط الرئيسي للزمول في هذا المساء يذهب مع محال وشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني والمضمر الكبير خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف آل عبد الملك. الشوط الرئيسي مع محال ومع هذا الشعار الكبير. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كان الزاجل أو عرقان بشعار سعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي آل ثاني. المركز الثالث مباشر هجن شحانية. المركز الرابع كان وقاد هجن المرخية. المركز الخامس مجد لهجن المرقاب. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لمالك محال سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني على انتزاعه للشوط الرئيسي للزمول في هذا المساء. والمضمر خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف آل عبد الملك 9:43 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير. المركز الثاني كان عرقان بشعار سعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي آل ثاني 9:48 59 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان مباشر بشعار هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل 9:49 27 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.